البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي يحتفل بالذبيحة الإلهية اليوم في ميلانو على نية الشهداء الأشرفية، تمنى على اللبنانيين ضبط النفس كي لا يصبح الاغتيال اغتيالا للبنان. إننا نناشد اللبنانيين ونضم صوتنا إلى صوت فخامة رئيس الجمهورية، طالبين منهم التروي وضبط النفس والتشاور الذي دعا إليه فخامة الرئيس، لئلا تصبح المصيبة الكبيرة مصيبتين والاغتيال المجرم اغتيالا للبنان. فإن الظرف العصيب وأوضاع المنطقة وحالة لبنان السياسية والاقتصادية الدقيقة تدعونا كلها إلى موقف الحكمة والتحليل، حفاظا على الاستقرار السياسي وتجنبا للسقوط في أي فراغ، ووعيا لعدم الانزلاق فيما يدبر للبنان من شر أكبر عبر الاغتيال الأثيم. إننا نطالب القضاء والحكومة اللبنانية تحمل مسؤولياتهم